صراحة جدا 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 شكرا. والله اللعب شوي صعب لكن الحمد لله جتنا 400 ومشتنا. فرجته أجل ما عليك، ما في البلوت، ما في قوة، قويك اللي قدامك بس. فزنا باللعب، خبرة والحظ مشت، خبرة والحظ إيه مشت كلها. قويك ما نكبك شيء، لا حريف ما عليك، والتوصية محترف. فيك عبد الله من هزم بعد شو نسوي؟ الحظ الحظ ما الله كتبها. معك خبير ما شاء الله، جايبين خبرة. أول مشاركة لنا وإن شاء الله الجيات أحسن إن شاء الله. قوي بطل ما لعب إلا به. نعم ما له محترف، جايب أجنبي شاري أنا. بالنسبة للحكام طبعا يكون مع كل حكم نشرة مثل هذه يسجل فيها يدويا النشرة، بالإضافة إلى التطبيق في الابليكيشن يسجل فيه النتيجة، بعد ذلك يقوم قائد الحكام بتأكيد النتيجة. أنا مشكلتي خاصة كرئيس اتحاد، وحتى لما نطلع من الاتحاد بيقولون اذا فاز هذا كان رئيس الاتحاد طبعا بيغش، وان خسرت قالوا غشي ما يعرف يلعب، وش هو قاعد رئيس الاتحاد. فلا الحمد لله احنا مبسوطين. هذا الجرس دخلت اللعيبه الجايين.